نظمت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر المؤتمر الانتخابي الأول لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا. وجاء المؤتمر لمناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي حازم عمر، والتي ركزت على المحور الاقتصادي. تتواصل الاستعدادات لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، ومعها تتزايد الحملات لتعريف المواطنين بالبرامج الانتخابية للمرشحين. حملة المرشح الرئاسي حازم عمر قامت بتنظيم المؤتمر الانتخابي الأول لمناقشة أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شرق الدلتا، وذلك بحضور قيادات حزب الشعب الجمهوري وبعض القيادات الشعبية بمحافظات قطاع شرق الدلتا. 80% من كل المشاكل واللي أنا ما ورد إلي في السبعة محافظات كلها تصب في الإدارة المحلية والخدمات والتنمية. الهدف من هذا المؤتمر إن طبعاً الناس أعضاء الحزب تتعرف على مرشحنا عن قرب، وهيعرض البرنامج بتاعه إن شاء الله بإذن الله. المؤتمر جاء لطرح ومناقشة الحلول التي يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح، والتي ركزت على المحور الاقتصادي عن طريق زيادة الإنتاجية في القطاعات الاقتصادية ورفع الكفاءة الاقتصادية والمالية، وذلك من خلال إجراء الإصلاحات الاقتصادية، إلى جانب العمل على رفع كفاءة استخدام الموارد التي تمتلكها الدولة. البرنامج في عمومه مكتوب بشكل رؤية وبشكل استراتيجي بصفة عامة، فالنهاردة والنهاردة وفي المؤتمرات الأخرى هيبقى في كل نطاق جغرافي هنجاوب من خلال البرنامج على الشواغل والمشاكل اللي تهم المواطنين في هذا النطاق الجغرافي. بنشتغل وفق خطة، وعندنا مجموعة من الأهداف بنسعى لتحقيقها. ده أول حاجة، يعني احنا حزب راسخ بقاله فترة متشكل من خلال الهيئة البرلمانية بتاعته والقواعد الحزبية بتاعته. هذا وتستمر مؤتمرات الداعية الانتخابية لمدة شهر حتى موعد الصمت الانتخابي في 29 نوفمبر الجاري، وذلك حتى انطلاق انتخابات المصريين في الخارج والمقرر إجراؤها في الأول من شهر ديسمبر المقبل، بينما يبدأ الصمت الانتخابي في الداخل في 8 ديسمبر، حيث تجرى الانتخابات في الداخل أيام 10، 11، و12 من نفس الشهر. جيرمين إبراهيم، التلفزيون المصري.